ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنخش في الموضوع على طول. النهارده ان شاء الله عامله لكم اكله حلوه جدا وسريعه وطعمها حلو جدا وسعراتها قليله، الا وهي سمك اللي هو القش البياض بالزبده. بالزبده طبعا، بناخد قطعه زبده زنطوطه قد كده عشان بس طعم السمك يبقى لطيف. هنشويه طبعا بالزبده. طبعا ده بديل للسيمون فيمي. السيمون فيمي الكيلو بيوصل لحوالي 300 جنيه او 350 جنيه حاجه زي كده. طبعا مش كل الناس تقدر تجيب السيمون فيمي، فانا دلوقتي عملته بقشر بيض. قد ايه حلو، طعمه حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وسعراته طبعا قليله وفي نفس الوقت فايده كتير جدا. هقول لكم على فايده ان شاء الله واحنا بنعمله. ملحوظه اخيره قبل ما ابدا يا جماعه، بلاش تجيبوا السمك الفيليه اللي هو الجاهز اللي بيبقى في السوبر ماركت المجمد ده، ليه؟ طبعا ملوش فايده خالص. ثانيا الدهون فيه عاليه جدا، نسبه الملح عاليه جدا فيه، ما تعرفوش جاي منين اصلا، مصطادينه ازاي، مكهربينه وعاملين فيه ايه، الله اعلم اذا كان ده اصلا قشر بياض او مش قشر بياض، الموضوع ده مش مضمون. فالافضل تروح للراجل بتاع السمك تطلب منه قشر بياض وهو بيخليها وبيخلي شكلها تحفه زي ما انا هوريكم منظرها دلوقتي. يلا نبدا مع بعضينا بسرعه، هيعجبكم جدا ان شاء الله. اتفضلوا معايا. معايا ان شاء الله شريحه سمك قشر بياض، دي حوالي 300 جرام، يعني 300-350 جرام، حلوه جدا جدا ومشبع. طبعا سمك قشر بياض ليه فوائد كتير جدا، في اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين بي 2 ومعادن وكالسيوم وحديد وزنك ويود ومغنيسيوم وبوتاسيوم، يعني سبحان الله فوائد رهيبه لا حصر لها في السمكه دي. فطبعا الراجل بنطلبها منه وبيخليها لنا بالمنظر الجميل ده، وطبعا بنغسلها وبنخليها زي ما احنا شايفين كده، ومعها ليمونتين فلفل رومي او فلفل حامي زي ما تحبي، ومعايا حوالي معلقه صغيره زبده غير مملحه، تمام؟ ممكن تستبدلوها بزيت زيتون زي ما انتوا عارفين. ومعايا هنا جزرايه كامله مبشوره وبصلايه مبشوره برده صغير قوي، ومعايا حوالي 7 فصوص ثوم وهوت صوص. والتوابل بتاعتي بقى ده كركم بابريكا وكمون فلفل اسود وكزبره ناشفه وطبعا الملح. نبدا بسرعه يلا مع بعضينا. هنجيب سمكه القشر البياض اللي عندي زي الفل، حلوه ازاي، مفيهاش بقى اي شوك ولا اي حاجه خالص. اوكي، عايزين تعملوها كده كامله براحتكم، عايزين تقطعها نقطعها عشان بس حجم الطاسه عندي. نجيب سكينه حاميه نعرف نقطع بيها السمكه السلايسز زي ما احنا شايفين اهي. اوكي خلاص، بقت عامله زي البانيه كده شويه، تمام. بنحطها في البوله بتاعتي. اوكي، ونجيب جزر اللي عندي نحطه كله عليها كده، ونحط البصل نفس الكلام، ونحط الثوم. اوكي، لازم الحاجات دي تكون مهروسه على قد ما نقدر عشان بس ما تحرقش مننا في الشوي. اوكي، طبعا هنشويها بالزبده، فبتدي الزبده تدي طعم حلو جدا للسمك ده. وهي هنجيب الليمون اللي عندي الاخر نعصره. اخر ليمونه اهي، نجيب بقى التوابل اللي عندي. اوكي، ملح كترش برده قوي يعني. اوكي، والهوت صوص. نقلب بقى كل الكلام الحلو ده اهو. ونسيبها في التتبيلة دي يعني مثلا 10 دقايق عشان بس ايه الانسجة بتاعت السمك تتجانس مع التتبيلة دي، وبعد كده هوريكم هنسويها ازاي على النار. خليكم معايا. هنجيب معانا
قطعة الزبدة اللي موجودة هنقسمها، هي معلقة يا دوبك يعني، هنقسمها كده تمام عشان نحطها كلها. اوكي بس ما نسيبهاش ايه كده، يا دوبك ايه نمشيها بقى حوالين الطاسة كده. اوكي وبعدين نجيب الفيليه اللي عندي او السمك واحطه اللي عرفناه ده كده تمام اهو. طبعا انا مش هاكل كل الكميه دي، انا هاخد نصها تقريبا، ممكن فرحتين مثلا واحد. اوكي اهو شوفوا شايفين سواء يعني سريع جدا ويعني ما بياخدش وقت على النار تمام، يعني بالظبط مثلا دقيقه ونص واقلبه الناحيه الثانيه. هوريكم شكل المرقه ما السمك يتشوى على النار. هكون قطعت انا الفلفل الرومي اللي عندي او الحامي، طبعا ممكن نسكيب الحته دي براحتكم، بس انا بصراحه يعني بيصعب عليا الخلطه اللي باقيه دي، فبقطع معاها الفلفل وهنشوحه برده ويبقى جنب السمك، يبقى زي مقبلات كده جنب السمك. مع السمك يكونوا معليين عليه النار جدا، ما توطوش عليه عشان ما يطلعش ميه. اوكي ادينا اهو نقلبه منه تحفة، والله ريحته تجنن، ريحة رهيبة بجد يعني. اوكي اهو روعة. خلاص شفنا السمك، مطرح السمك نحط بقية القطعة بتاعت الزبدة. ممكن يا جماعة براحتكم ما تعملوش الخطوة دي عادي يعني. اوكي وهنحط الفلفل يتشوح وياخد طعم السمك، الخطوة دي مش مهمة براحتكم يعني. اوكي اهو مش محتاجين بفاط قوي قوي يعني، ونكس عليهم. اوكي يعني ما ندبلهمش، يبقى فيهم لمعة كده حاجة بسيطة تمام، وهوريه لكم ان شاء الله طبق التقديم. السمك اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين روعه، وريحته تجنن واكيد طعمه كمان. بصوا ما خدش على النار يعني سوى 4 دقايق يمكن او حاجه زي كده، بس شكله من جوه عامل ازاي روعه، لازم تجربوه. بصوا البايت دي خطيره خطيره. اوكي طبعا تحتيها في سلطه كابوتشا ووطا اللي موجود، يعني اهم حاجه طبقه يبقى مليان. طبعا انا مش هاكل الكميه دي كلها، انا هاخد 2 سلايزز بس او قطعتين والباقي لاولادي، بس يعني يستاهل التجربه يا جماعه بجد، حلو وطعمه حلو جدا وسريع كمان. اوكي هاكل بقى واقابلكم ان شاء الله بعد ما اكل. طبعا شفتوا منظر السمك كان عامل ازاي، والله العظيم يجنن. واقول لكم الحق بصراحه انا ما خدتش قطعتين زي ما قلت لكم، انا خدت 3 كلتهم من حلاوتهم بصراحه، حلو قوي 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 وطعمه جميل وطري، طعم الزبده كمان مديله تيست خطير. جربوه وقولوا رايكم في الكومنتس، وطبعا السلطه سندت القلب قوي قوي معاه. اعملوا اي سلطه يعني، مش ما تقيدوش نفسكم بالموضوع السلطه يعني، اذا كانت خضراء او اي حاجه. زي ما قلت لكم ان شاء الله هعمل لكم حلقه خاصه بالسلطات لوحدها، لان في ناس بتزهق من جو السلطات ده، هعمل لكم تتبيلات تشيلوها
في التلاجة تطلعي دوبك تقطعوا الخضار وتحطوا عليها الدريسنج، حاجة وهم. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم ان شاء الله، واحبكم جدا واشوفكم ان شاء الله على خير. سلام.